تقديرا لدور مصر الريادي، امبارح اعلنت الجمعيه العامه للامم المتحده عن اعاده انتخاب مصر عضويه لجنه بناء السلام لمده عامين، ده بعد حصول مصر على تاييد المجموعه الافريقيه في نيويورك، وبالتاكيد ده بيعكس اسهامات مصر الممتده في دعم جهود بناء السلام في افريقيا ودعم الاشقاء في القاره السمراء. خلونا نعرف تفاصيل اكتر من السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. سعاده السفير صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير، اهلا بك. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نعرف ايه اهميه اعاده انتخاب مصر عضويه لجنه بناء السلام؟ يعني مصر عضو مؤسس في الامم المتحده، احنا الذين اسسنا الامم المتحده من سنه 46 ولدينا اسهامات، ودائما ما يعني اعتز اثناء المفاوضات مع اي طرف اجنبي ان الاعلان العالمي لحقوق الانسان للكل بيسعى لتحقيقه احد الذين صاغوه السفير محمود عزمي اول سفير لمصر في الامم المتحده. هتلاقي مصر اذا عضو في كثير من اللجان، كثير من المؤسسات الامم المتحده، شاركنا في انشاء الكثير من المؤسسات. الجانب التنموي للامم المتحده بدا في مؤتمر مسائل التنميه الاقتصاديه في مصر سنه 62 ورئاسه الدكتور القيسوني وزير الاقتصاد المصري. عندنا يعني علامات بارزه صحيح في التاريخ المصري والامم المتحده. ثم دايما ما ننبه لان احنا السنه دي في مارس احتفلنا ب 100 سنه على انشاء وزاره الخارجيه الحديثه، لكن ده مش كل الحقيقه. انا لسه يعني مشارك في الاشراف على او مناقشه رساله دكتوراه ارجعت تاريخ الدبلوماسيه المصريه ل 2000 سنه قبل الميلاد، يعني احنا النهارده بنتكلم في 4000 سنه تمارس مصر هذه الدبلوماسيه. وده شيء ما حدش وصل له. منذ ان ذهبت مصر لتحرير اللاذقيه من غزو الهكسوس، بل معروف في الدبلوماسيه العالميه ان اول معاهده في التاريخ هي معاهده قادش، ودي معموله في البرديات المصريه في مكتب الدكتور بطرس غالي، كان في سجاده جميله قوي لهذه المعاهده وكيف استسلم الغزاه الهكسوس في تلك الفتره. اذا ورايا تاريخ طويل جدا وشخصيات بارزة في التاريخ الدبلوماسي المصري والعالمي. في الدول العربية بدأنا بتأسيس جامعة الدول العربية برضو سابقة بشهور على الأمم المتحدة، وكنا 7 دول. تاريخ طويل جدا لاستقرار الأمن والسلم في العالم العربي، بحيث من 7 دول بقينا 22 دولة مستقلة ولله الحمد. طبعا لدينا مشاكلنا حاليا، إنما بالتأكيد أننا قمنا بعمل إقليمي عربي ممتاز. عظيم. نيجي لعملية السلام بقى. طول الوقت القوات المسلحة المصرية أو الدبلوماسية المصرية بالتزامن مع بعض اشتركوا في عملية السلام كثيرة. يمكن الجيل العجوز شوية زي أذكره في الستينيات لما رحنا بقوات طوارئ مصرية شاركت في قوات طوارئ الأمم المتحدة في الكونغو لضمان الثورة اللي قام بها الزعيم لومومبا، عيلته أفراد منها موجودين في مصر، ساعدنا غانا، ساعدنا كل الدول الإفريقية للاستقلال، وساعدنا أيضا في عمليات السلام. لأن إفريقيا ما زالت هناك نزاعات، لأن بينتشر في إفريقيا حاجة نحمد الله إننا لا نعرفها في مصر، وهو القبلية والحزبية. آفة بعض الدول العربية أيضا ما نراه في ليبيا، في سوريا، في اليمن، هو عبارة عن نزاعات قبلية حيث يقدم الإنسان انتمائه القبلي على انتمائه الوطني. احنا في مصر، حضرتك من اسكندرية وانا من النوبة، انا مصري وانت مصري، ما بنفكرش في هذا الانقسام. فمصر قامت بدور في عملية السلام طول الوقت وكوسيط طول الوقت. ويكفي اخر مثال لما قامت المعارك بين حماس والسلطة المحتلة الإسرائيلية، تم إيقاف القتال باتصالات تليفونية مصرية. إحنا البلد اللي لديها القدرة على أن تتصل بأي طرف في العالم دون أي مواربة. 2، القاهرة من أكثر عواصم العالم استضافة للبعثات الأجنبية، وده طبعا دخل سياحي محدش واخد باله منه. أنا دايما أضرب المثال إن سفارات بعض الدول العظمى فيها عدد افراد اكثر من وزاره الخارجيه في العالم كله المصريه. يعني انظر ما شاء الله بكل اعتزاز لسفاره دوله شقيقه كالسعوديه على نيل الجيزه،
مبنى ما شاء الله فوق مطار ويكاد يقارب مبنى وزارة الخارجية. الكويت نفس الشيء، الإمارات نفس الشيء. ده يوضح لك مدى وقدرة مصر على أن تكون صوت أمين جاذب للاستقرار والسلام في أي مكان تتدخل فيه. عظيم. مصر بذلت دور كبير جدا في إرساء السلام في دول كتيرة، وبعد إرساء السلام الحفاظ على هذا السلام وملف إعادة الإعمار والتنمية في أعقاب النزاعات خاصة في دول الاتحاد الأفريقي. ده حقيقي، وبالذات إفريقيا ما زالت القارة المظلومة، اللي مظلومة من حيث الاستقرار، نزاعات كثيرة، ومظلومة من حيث الاقتصاد. هل تصدق أن هذه القارة اللي هي أفقر قارة في العالم تبعث بأموال، تدفق الأموال من إفريقيا إلى الدول المتقدمة في أمريكا وأوروبا أكثر مما يدخلها من أموال؟ ودي ظاهرة غريبة جدا، لأن فعلا بتسدد أقساط ديونها وبتسدد فواتير واردتها. صحيح. أكثر مما تصدر وأكثر مما تحصل عليه من استثمارات. من هنا تأتي مبادرة مصر في أثناء رئاسة الرئيس للقمة الإفريقية في 2019، إن خرجت مبادرة بالاستثمار في إفريقيا بخبرة مصرية وبتمويل من الدول المتقدمة. وافقت عليه فورا الاتحاد الأوروبي، الصين، اليابان في قمة اتكاد اللي حضرها الرئيس في طوكيو. دبلوماسية ما شاء الله نشطت مؤخرا كمان. أنا دائما يعني أنوه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي كسبنا دبلوماسية كانت متوقفة يمكن لعشرين سنة، وهي دبلوماسية الرئاسة. أنا بحاول أعرق مستواي كسفير يوم ما قابل وزير الخارجية بقى كتير قوي، الوزراء أيضا، لكن حرمنا من دبلوماسية الرئاسة اللي هي أهم وأسرع وأوسع سلاح يمكن أنك تستخدمه في عالم الدبلوماسية. خذ المؤتمر الأخير اللي حضره الرئيس بتاع الصين والدول العربية، عمل 20-30 مقابلة، راح نيويورك من سنتين فإذا به يجري 40 مقابلة في 5 أيام. تقدر تعملهم إزاي لو أنت عاوز تنظمهم وأنت قاعد في مصر؟ صحيح. 40 أسبوع لسه كنا في البحر الميت كمان. فعلا استغلها أحسن استغلال، وكل ده بيجي بمردود على مصر. إن إيه بقى؟ إن مصر من أكثر بلدان العالم تلقيا لمساعدات التنمية، وهي من أقدر وأشرف دول العالم. أنا شاهدت في حياتي كثير من رؤساء مؤسسات مالية بيقولوا الوزير الخارجية المصري أيا كان إحنا غيرانين إن تخش مننا فلوس كفاية. لماذا؟ لحسن الاستخدام. أنا بقول الكلام ده عشان البعض اللي بيقولوا أين تذهب الأموال؟ ما فيش قرش أو دولار يدخل مصر إلا ده كان لمشروع محدد سلفا على الخطة. وافتح صفحة وزارة التخطيط هتلاقي كل قرية في مصر معمول لها خطة، ثم التمويل يأتي فيدخل في مكانه السليم، ومراجعات والبيروقراطية بمعناها الحميد تتابع كل هذه الجهود وتشهد بأننا يعني على المسار الصحيح بالنسبة للتنمية أيضا. طيب سعادة السفير، وحضرتك بتتكلم عن التمويل دايما هو العائق أمام أي تنمية بتحصل، وإحنا بنتكلم على التمويل لإرساء السلام، محتاجين برضو توفير تمويل للاستدامة، لاستدامة أنشطة بناء السلام للتنمية فيما بعد السلام. ما شاء الله، هو ده نقطة مهمة جدا. إحنا ما شاء الله من يوم ثورة 2011 انجبنا 25-27 مليون طفل، دول قد اليونان مرتين. إذا عليك واجب بقى التنمية عشان يعيشوا حياة كريمة، عشان نوفر لهم السرير والمكتب في المدرسة والسرير في المستشفى إلى آخره، وأيضا بمعدل نمو يخلي حياتنا غدا أفضل من اليوم. ده يتطلب بهذه المعدلات في المواليد إن معدل النمو لا يقل عن 7%. عشان تنمو 7% لازم تدخر 30% من دخلك، لأن الاستثمار معناه تدخر فلوس تخصصها للاستثمار. قدرتنا الحالية بحكم الضغوط بنستثمر نصف هذا المبلغ، أو بنحوش بندخر نصف يعني 15%. طب فجوة التمويل اللي حضرتك بتشير لها تأتي منين؟ من مصدرين، إما أن تقترض، والناس كلها قلقانة من الاقتراض، مش عاوزين نقترض، ما ان احنا ما زلنا في
مكان آمن بالنسبة للاقتراض، ما احناش من الدول المثقلة بالديون. أو تدعو مستثمر مباشر يأتي إليك. المصريين في الخارج صاروا مصدر جيد جدا، الدول العربية الشقيقة، لكن نحن أيضا نسعى للدول المتقدمة عشان تيجي معها استثمار، معها تكنولوجيا، زي ضيفك اللي تكلم قبلي عن كيف تجذب تكنولوجيا. التكنولوجيا تأتي بالاستثمار الأجنبي المباشر والاحتكاك. ده بقى العمل الكبير اللي يجب ان احنا نعمله، ان نيسر حياة المستثمر. ما زلنا نحتاج لتطور كبير جدا في البيروقراطية بتاعتنا، والرئيس عبد الناصر مرة اشار البيروقراطية، الحكاية مش فساد، لا، حكاية ان الاستاذ محمد البيروقراطي بيصعب عليه انك تخلص شغلك من اول مرة. المصارف او القطاع المصرفي يعني خليناه يطور نفسه وفقا لما يسمى معايير بازل واحد، بازل اثنين، بازل ثلاثة، بالتعاون مع البنك المركزي الاوروبي. كل دي جهود بحيث ان المستثمر اللي يجيلك بيحسب بالدقيقة، صحيح، كام دقيقة بتمر على المليون دولار اللي حطها في البنك لغاية ما يبتدي يحصل على ارباحها، ما تعطلوش بقى. عظيم. والثقافة دي نريد أن ننشرها. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا سيادة السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق. ألف شكر لحضرتك.